بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل، عملنا الفريم وجينا عملنا المرة اللي فاتت بلان برودكشن تولز، وقلت له كرييت شيت، هي نفس الموضوع اللي انا عملته اللي فات، وادي نفس الايه الاعدادات، والله ما عملنا شيء جديد. وجينا للايه الاعداد الاخير وعلمنا على سيرفيس، وقلت له كرييت شيت، قال لي هحفظه، قلت له اوكي. كرييت شيت، علمنا على سيرفيس. هنا طبعا ايه نفس الموضوع، ورحت ايه قال لي اختار نقطة، فاخترنا نقطة بعيدة عشان يعمل مكانها الايه مكانها الشيتات. كده بيعمل الشيتات. عمل شيت واحد واثنين وثلاثة، طبعا كده اشرف لي اوت لو افتكرنا، واحد واثنين وثلاثة. لو كتبنا حاجة غير اشرف لي اوت، اسم اللي اوت مثلا، لو ايه اسم المشروع او اي حاجة، وهيعملوا ايه واحد واثنين وثلاثة. طيب لما اجي افتح اللي اوت الاولاني هلاقيه بالشكل ده. اخد ديت اركنها على جنب هنا كده بالشكل ده، بقت عندي شيتات اهي تحت. طيب اجي هنا الاقي البروفايل بالشكل اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه ده. طيب اروح للايه للموديل، او الزوم اكستند، الاقي جاب لي بروفايل شكله غريب قوي غير اللي احنا كنا ايه كنا عاملينه. هضغط على البروفايل وكليك يمين View Properties، واقول لي امبورت بانسيت، عشان كده حفظنا اشرف بانسيت. اوكي هقول له اوكي، هلاقيه عمل لي البانسيت اللي احنا كنا مختارينه بالشكل اللي احنا ايه بالشكل اللي احنا شايفينه. لكن ما زالت الايه ما زالت الكتابات غير واضحه بتاعه البندات. طبعا الايه هضطر ان انا افتح البندات تاني واعدلها من هنا. هنا اخلي كل اللي هنا نشر جراوند في الاولانيه، طبعا كله طبيعي نشر جراوند كويس. البروفايل 2 يبقى الاف جي، الاف جي ده بالنسبه للبروفايل 2 الاف جي، واشوف اشيك على الفيرتيكال. الفيرتيكال اخليه اف جي هنا ديت، واقول له اوكي، هلاقيه راح معدل للايه فاكرين نفس الايه بنفس التعديل اللي احنا كنا معدلينه. يبقى هنا عندي شكل البروفايل. طب عايز الكتابات هنا على الفينش، اروح كليك يمين واقول له ايديت ليبل، واقول له امبورت ليبل سيت اللي احنا كنا حافظينه لو نفتكر اشرف بان سيت، عشان كده عملنا الاعدادات جابها لي مره واحده بدل ما اقعد ايه بعد اعمل اد، يعني هختار ديت واعمل اد واختار دي واعمل اد، لا بتيجي كلها مره واحده. هقول له اوكي، الاقي كتب الكتابات زي ما احنا ايه شايفين وفاكرين الاعدادات اللي احنا عملناها. ما علي الا انا بس بنزل دي مانوال كده، والاقي شكلها ايه شكلها بقى كويس بالشكل اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه ده البروفايل بتاعي. طب في عندي حاجة تانية في الليبلز الكتابات، اقول له برضو ايه edit labels، لا ده في البند، اسف في البند سيت بروفايل بروبرتيز الاليفيشن، هلاقي الاليفيشن مش حاططها اوتوماتيك، لا انا احط الاليفيشن اوتوماتيك واقول له اوكي. ايه فايدة الاليفيشن اوتوماتيك بنفس الاعدادات اللي احنا كنا عاملينها؟ ونروح على الايه اروح هنا واشوف ايه الايه ايه اخبار البروفايل بتاعي. لما عملت اوتوماتيك في عمل هنا 3 متر، وطبعا
عمل لي شكل الايه شكل بروفايل شكله كويس بالشكل ده، بس لسه ما زالت البندات مش مظبوطه. ان شاء الله في الدرس الجاي نعرف ازاي بنعدل الفيو فريم وعشان نظهر البندات كما ينبغي ان شاء الله.